بنعرف انه في كثير اشخاص ما بيعرفوا يستعملوا الانترنت والكمبيوتر، صح. خاصه بعمر معين، خاصه صح. يعني بعمر نحن معين اصلا نحن وكبار بلشنا بالكمبيوتر، صحيح. هلا اولادنا صغار بيعرفوا اكثر منا كثير. نحن ميلات وشغل وقصص الضروريه بقى اكيد، بس ما بقى فيني اعيش بلا كمبيوتر. دائما بعمل تشيك اب على الميلات اذا في شيء ضروري، اوقات بتشوفي صور او ريسيرش او تسلية، صح، او بتشوفي الاخبار على السريع، او بيحضروا ام تي في على www.mtv.com.lb بيحضرونا لايف. اهم شيء لك انت. لا اكيد انه تصوري على الانترنت، اذا الواحد قاعد بالبيرو ما عنده تلفزيون ولايف لايف ولا داونلود ولا شيء، ما في شيء دغري بنطلع نحن بيحضرونا. اكيد هلا بوجه تحيه لكل يلي عم يحضرونا على الانترنت. هلا في بلدان العالم، انا عندي اصحابي بقطر وبفرنسا بيحضروني اوقات على الانترنت. بس بيناتنا في كثير اشخاص ما بيعرفوا يستعملوا الانترنت، هالشيء اكيد بيشكل لهم عائق، لانه كمان في اوقات كثير استعمال الانترنت او استعمال الكمبيوتر بيقدر كمان يسهل لك حياتك ويخليك تقدري تشتغلي بطريقه أكيد. احسن أكيد. في كثير اشخاص عندهم اختصاصات معينه ولانه ما بيشتغلوا على الكمبيوتر او ما بيقدروا يشتغلوا على الانترنت ما بيكونوا عم يقدروا يواكبوا العصر، فما بيقدروا يحصلوا على الوظائف المطلوبه. صح. نحن رح نحكي عن هالموضوع ببيناتنا، انما ببيناتنا لقينا حل حلو. في مبادرات فرديه كثير حلوه، رح نحكي عن مبادره اليوم بتعلم السيدات الكمبيوتر والانترنت. اوكي، شو حلو؟ حلو ببيناتنا. يلا بيناتنا. بونجور. بونجور، اهلا وسهلا فيكم. شكرا اكيد لوجودكم معنا. اهلا وسهلا فيك سيدي رندا عنديري. اهلا وسهلا فيك رانيا. اهلا وسهلا فيك رانيا. خبريني شوي عن هالموضوع اللي كثير حلو. فعلا انه في حاجه كثير ضروريه لكل الناس انه يكونوا بيعرفوا كثير منيح الانترنت ويكونوا يقدروا يشتغلوا على الكمبيوتر بطريقه سهله، انما انت مهتمه بالسيدات. خبرينا القصه من الاول. صح. ندى والمعهد التعليمي الدولي للكمبيوتر ساعدونا تنبلش بهاي الخطوه، لانه انا وحده من الستات اللي بلشوا هيدا البرنامج ما كنا بنعرف شيء ابدا عن الكمبيوتر. فاولادنا حمسونا وشجعونا انه لازم نبلش نشتغل على الكمبيوتر، لانه ولا شيء حسينا انه بعد لا بكير فينا نتطور، فينا نلحق العصر ونحس انه فينا نعمل اشغال كمان من وراء تعليمنا للكمبيوتر. فاذا بلشنا معك رانيا، استفدتي من هالموضوع. رندا حمزه برجع ندى حمزه برجع برحب فيك. اكيد هالموضوع ما بلش من اليوم، كان بفكرك من زمان. كيف بلشت هالفكره؟ الفكرة بلشت بسنة 2005 مع معهد التعليم الدولي مبادرة شراكة مع الشرق الأوسط مابي، ولما لقيوا بإحصاءات صارت أنه المرأة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجال تكنولوجيا المعلومات هي العدد كتير ضئيل بالنسبة للعالم أجمع، يعني السيدات بالعالم ككل، فحبوا يعملوا هالبرنامج بالشراكة مع مايكروسوفت يلي هو عبارة عن دورات كمبيوتر من كل برنامج Unlimited Potential طموح بلا حدود يلي مايكروسوفت عم تعمله مع جمعيات أهلية لإفادة حوالي 20 مليون شخص بالعالم ومش قدرانين يدفعوا تكلفة ليوصلوا لتكنولوجيا المعلومات. أخذنا هالجزء وبلشنا للمرأة بشكل عام. بلش البروجرام باليمن بمبادرة عمرها سنة، على أساس البروجرام يضل لمدة سنة بال 2005. نحن هلا بتسع دول عربية. بلبنان بلشناه أول عام 2008، عندنا أربع شركاء محليين بلبنان جمعيات أهلية، وهلا صرنا مخرجين حوالي 400 سيدة، وهالدورات مش عادية، يعني دورات كتير متطورة. حدثك بالعمل الاجتماعي بالأصل، ما هيك؟ ومن هنيك شفتي انه في حاجة، من العمل الاجتماعي شفتي انه في حاجة للسيدات انه يتعلموا على الانترنت والكمبيوتر وانه شغلة ضرورية؟ صراحة انا كنت عم بشتغل 10 سنين عمل اجتماعي، من بيناتهم دورات كمبيوتر وخدمة المجتمع، ولما حسيت هذا البروجرام اجى على لبنان بمبادرة من تجمع نسائي لتكنولوجيا المعلومات يلي هي الجمعية الوحيدة اللي تعنى بالتكنولوجيا
للمرأة بتكنولوجيا المعلومات وتهتم فيها، يعني كل الجمعيات نعرفهم بيهتموا بقضايا المرأة والعنف والحقوق وهالقصص، ما حدا اهتم. هن مجموعة سيدات مهندسات بتكنولوجيا المعلومات قرروا ينشئوا هالجمعية، فقروا عن هذا البرنامج يلي اسمه المرأة والتكنولوجيا وبيتوافق مع رسالتهم وأهدافهم وحلقوا ويجيبوه على لبنان. أنا لقيت بهذا البرنامج في مثل تحدي، يعني إنه أول شيء كان لمدة سنة وأنا شايف شوي الوضع على الأرض، شوي كان تحدي إنه من مرة ست ما بتعرف شيء بالكمبيوتر، يعني ما بتعرف الدور للكمبيوتر تيصير عندها ويب سايت أو بلوج وتصير تتواصل مع العالم الخارجي، حبيت فوت فيها هيدي التجربة. الحمد لله نجحت، نحن بلشنا أول سنة وإجانا رجع تمويل من المبي مشكورين لأنه البرنامج كان كتير ناجح، بقينا 2010 وممكن يتجدد برنامج بعد أكثر. هلأ التعامل مع السيدات بالتحديد، بس كمان في كتير رجال كمان ما بيقدروا يستعملوا ولا الكمبيوتر ولا الإنترنت، في مشاريع بهالإطار؟ هدف البرنامج كان للسيدات مثل ما قلت لك لأنه كان صار إحصاءات صارت بهذا الموضوع، بس نظرا قد ما هيدي الدوره مش من الدورات العاديه، يعني فيها كثير اشياء، برنامج متكامل مش بس هيك، نحن بنعطيهم مهارات وظيفيه، كيف تاسس، كيف تعمل انترفيو، كيف تروح تحل نزاعات بالشغل، كيف تكون قائده بشغل الست، يعني نعطيهم سله متكامله بمده كثير قصيره، يعني ما حياثر على الست وضعها بالبيت لانه اهمنا الوحيد انه الست ما يتاثر بيتها بهذا المجال. عم يجينا كثير رجال بدهم هذا البرنامج، فالبرنامج مش هدفه الرجال بس، ولكن نحن كمان المنظمة الشريكة اللي بتكون معنا منعطيهم كمان منعلمهم كيف يعملوا خطة عمل من أجل الاستدامة، يعني بس يخلص هالبرنامج والمشروع همنا الوحيد أنه يكملوا هالجمعيات بالضيعة أو بالمناطق اللي فيها. فعم نستعمل أنه عم نعطي هذا البرنامج للرجال، صرنا أكيدة ولأول مرة يعني بدول شرق أوسطية عم نلاقي الرجل ما عنده مشكلة ياخد شهادة من برنامج المرأة والتكنولوجيا. ايه يعني هيدا مشان الكل يتقدم على المستوى، تقدم كثير للرجال شوي لنزيد نحن، هيدا تقدم لرجالنا ده مش للستات. اكيد اكيد، يعني الرجال صار عم يقدر يستفيد من الاشياء الموجوده بدون ما يفرق انه هيدا من المراه جايه او من الرجل. طبعا اللي تفرق اكيد. مبسوطه كثير بالموضوع ندى. رانيا كمان اكيد. رانيا كيف تعرفتي على ندى؟ سمعت بالبرنامج بمركز الكشف التقدمي بضيعتي، وندى كانت دائما تتواصل معنا تطلع تخبرنا انه رح يصير هيك البرنامج، ما كنا متصورين انه رح نكمل، يعني كأنها دورة عادية شهرين ونص بس مثل اي معهد، بينما دائما كانوا يعطونا الحافز تنشتغل، كانوا يضلوا حدنا تنعمل مشاريع جديدة، بحس انه كمان يضلني عملنا شبكة، كمان شبكة المرأة الطموحة، منا عملنا لجان كمان وبلشنا نتطور، بلشنا نزيد عددنا كمان، بلشنا ب 24 ست على اساس انه دورة عادية، فصرنا 68 ست وبعد العدد عم بيزيد صح. الدورة هي 3 ايام بالجمعة عبكرة وعشية، يعني بعد قبل الظهر وبعد الظهر. وكيف الطلب عم نشوف انه متزايد ان كان من سيدات وهلا من الرجال، بس بالاصل بالاول لما فاتت هالفكره لعندكم كيف استقبلتوها؟ لانه الشغل على الكمبيوتر بخوف اوقات، وانترنت شيء مجهول بالنسبه لاشخاص ما بيعرفوا عنه شيء بالمره، انا كيف بالاول بدي استعمل الكمبيوتر واعرف اشتغل عليه وبعدين ارجع استعمل الانترنت واعرف اشتغل عليه من الصفر، هي شغله ما خوفتكم؟ بتعرفي كل ست فاتت بالبرنامج عندها فكره، اللي حابة تطور حالها، اللي حابة تراقب أولادها بالبيت كيف عم يستعملوا الانترنت، فلا أبدا حسينا أنه كتير كتير فكرة حلوة وبلشنا نشتغل فيها. لا أنا دا رانيا عينة من السيدات اللي عم يستفيدوا من هالبرنامج، بس أكيد عندك عينات كتير تانية وكل واحد رح ياخد الموضوع من زاوية معينة ومن حاجة معينة، شو هي الحاجات اللي خلت السيدات يهتموا بهالبرنامج؟ صراحة تفاجأنا نحن خاصة بالمناطق، لانه عندنا مركز دير قانون النهر بسور، مركز الثقافه بنطبق فيه البرنامج، مركز العبديه بالجبل، عندنا جمعيه معلوماتيون بطرابلس، عندنا الواي دبليو سي اي بجبال، وهلا عندنا الملتقى النسائي ببيروت لانه كثير اجانا طلب في ناس بدها ببيروت.